مساء الخير ومرحبا بكم جميعا في هذه الندوة من ندوات الدوري الأسبوعي اللي نقيمها الآن على الحوار أونلاين مع مركز الحوار العربي في واشنطن. هذه الندوات كما نعرف عم تتغير دائما المواضيع فيها، لكن حيوية هذه الندوات هي في المناقشات، في من يتحدثون فيها، في من يشاركون بحضورها، وأيضا في القضايا التي يتم التعامل معها. تابعنا يمكن جميعا في الفترة الماضية، الأيام أو الأسابيع القليلة الماضية، المؤتمر القومي العربي الذي عقد دورته الأخيرة من فترة قريبة في بيروت. جرى داخل هذا المؤتمر تقديم عدة أوراق مهمة بالحقيقة من عدد من المشاركين في المؤتمر. كانت هذه الأوراق، وطبعا هي أبحاث مهمة، يعني أحجام جيدة من المتعوب عليها، يعني من الأوراق جرى فيها التعامل مع عديد من القضايا العربية اللي بتهم المواطن العربي أينما كان، وبتشمل حتى قضايا سياسية وفكرية وغيرها. كان من ضمن هذه الأوراق ورقة قدمها عضو الأمين العام للمؤتمر المحلل الاقتصادي الأردني موجود معنا اليوم الأستاذ محمد بشير. كانت هذه الورقة تحت عنوان التنمية، خليني أتأكد من العنوان حتى نقول التنمية والعدالة الاجتماعية، هل من طريق لتحقيق ذلك؟ وهذه الورقة بالحقيقة وهو بحث مهم، يعني وجدت أنه يتعامل مع أولاً عمومية المنطقة العربية وليس ببلد عربي واحد، يتعامل مع ما هو فعلاً تحتاجه هذه المنطقة من حاجة إلى التنمية المستقلة، وشدد على كلمة المستقلة، وأيضاً على العدالة الاجتماعية. والسؤال الذي هو طرحه الدكتور محمد في هذه الورقة هو كيف ممكن الوصول إلى ذلك عربياً؟ ورقة بمضمونها مهم، وأيضاً بما هي خلاصات اللي فيها مهمة حنسمع الآن من الدكتور محمد ما هو أعتبره ملخص يعني لمضمون هذه الورقة، ومن ثم نتناقش معه بعد ما نسمع منه حوالي إن شاء الله ثلث ساعة ماكسيموم نص ساعة. ونحاول إن شاء الله في الأسابيع القادمة أن نستضيف أيضا عدد آخر من الذين قدموا هالأوراق والأبحاث في المؤتمر القومي، لأنه كما أشرت تهم الإنسان العربي والمجتمعات العربية عموما، واليوم هو بداية لهذه السلسلة إذا قدرنا نجمع أكبر عدد ممكن. أستاذ محمد بشير هو طبعا من عمام الأردن، هو عضو الأمين العام للمؤتمر القومي العربي، وكان أيضا عضو الأمين العام للتيار الديمقراطي الأردني، لا أعرف إذا ما زال هذا الموقع هو موجود فيه، وهو رئيس الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، وأيضا عضو بلجنة الحوار الوطني اللي قدم التوصيات بتعديلات دستورية للانتخابات في الأردن 2011-2012، وهو عضو المكتب السياسي للحزب الوحدة والديمقراطي الأردني، ونائب الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي الأردني، وأيضا شملت يعني نشاطاته عضوية في لجنة سبل مكافحة الفساد والمحسوبية التي شكلت في الأردن بفترة 2002-2003. أهلا فيك يا أستاذ محمد، الكلمة لك تفضل. تسلم، شكرا. شكرا دكتور صبحي، شكرا لمركز الحوار، شكرا لكم على هذه الفرصة التي تتاح لي لأتحدث عن هذا الموضوع. وأسف ابتداء على صوتي، اليوم قضيت ساعات طويلة تحت الكونديشن بسبب ظرف ما. طبعا موضوعنا متعلق بالاقتصاد وبجزئي، الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. الاقتصاد الكلي كما هو معلوم عند المتخصصين بالاقتصاد هو المالية العامة للدولة، والاقتصاد الجزئي هو الاقتصاد بقطاعات الثلاث: صناعة وزراعة وخدمات. طبعا يعني عندما نتحدث عن الاقتصاد بشكل عام نقول أن الاقتصاد الكلي والذي أدواته ثلاث: النفقات، الضرائب، والمديونية. هذه العناوين الثلاث هي جوهر والقاعدة الحقيقية لإمكانية أن نتحدث عن القطاعات الاقتصادية التي تلبي حاجة المجتمع وتستجيب لطلباته المتعددة التي تبدأ بالاستهلاك وتمر بالتصدير وتنتهي بالوفر على شكل نقد، واللي عموده الأساسي هو التصدير أو الاستيراد، وعناوينه طبعا التجارية معروفة للجميع. بهذا المعنى
أردت بداية أن أتحدث عن هذا، يعني هذه المقدمة النظرية، لأذكر أنه لا يمكن لأي اقتصاد ممكن أن يسمى معافى أو يستجيب لحاجات أي مجتمع دون أن تكون هناك إدارة حصيفة للأدوات الثلاث، التي هي النفقات، وكمان مرة والضرائب، ملف الضرائب على أكثر أهمية، والمديونية. النفقات هي جزئين، نفقات جارية ونفقات رأسمالية. والنفقات الجارية كما هو معلوم هي النفقات الاستهلاكية لأي دولة من الدول، والنفقات الرأسمالية هي النفقات التي تنتج دخلاً أو تقدم خدمة ذات علاقة بالبنية التحتية لأي مجتمع. والبنية التحتية برأيي لأي مجتمع هي ثلاث أيضا، تناولتها ببحثي بشكل تفصيلي على صعيد الوطن العربي: تبدأ بالتعليم وتمر بالصحة وتنتهي بالنقل العام. واشتقاقات المتعددة هذه البنية التحتية، ما يمكن أن يقال عن الطاقة، ويمكن أن يقال عن المياه، ويمكن أن يقال عن كل المستشفيات، المدارس، الكذا، كلها مسؤولية الدولة أن تبنيها عبر النفقات الرأسمالية. وعندما تكون النفقات الرأسمالية حصتها أكبر من هذه النفقات العامة، أستطيع أن أقول أن هناك إدارة سياسية حصيفة ممكن أن تحقق طموحات المجتمع الذي تديره هذه الدولة أو تلك الدولة بالشكل الذي يؤثر بالنتيجة على العدالة الاجتماعية. والموضوع يعني بمضمونه الحقيقي هو إعادة توزيع ثروة تنتجها هذه السياسات. ورقم اثنين، كيف نستطيع أن نحصل على الأموال لتلبية حاجاتنا أو حاجة أي مجتمع من خلال النفقات الرأسمالية التي تحدثت؟ هو الضرائب. الضرائب أولاً ودائما. لكن ما هي الضرائب؟ الضرائب نوعين أيضا، ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. والضرائب المباشرة هي الضرائب الأكثر صحة والمتمثلة بضريبة الدخل، والتي وظيفتها ثلاثة عناوين: أولا إعادة توزيع الثروة عبر الإنفاق المباشر على وتغذية النفقات الرأسمالية على وجه الخصوص. ورقم اثنين، توجيه الاستثمارات لتحقق متطلبات المجتمع من خلال الإعفاءات الضريبية المناسبة. ورقم ثلاثة، تقليص الفجوة في الدخول بين الأفراد والمؤسسات، بمعنى أنه ضريبة الدخل عندما تكون بالمرصاد للذين يحققون أرباحا كبيرة، فإن الخزينة من حقها أن تأخذ عبر شرائح ونسب تصاعدية على الضريبة لتلبية حاجات الخزينة. الشق الثاني الذي هب على الوطن العربي بشكل أدى إلى ما هو يعني ما يعيشه الاقتصاد من سلبية هي الضرائب غير المباشرة. الضرائب غير المباشرة وخاصة ضريبة المبيعات على وجه الخصوص، وتأتي ضريبة الجمارك والضرائب الأخرى المتفرعة، لكن الأساس فيها الذي كان مؤذيا حقيقة هو ضريبة المبيعات، الذي حل بعد تفكك الاتحاد السوفياتي. اعتبر رأس المال بشكل عام بالعالم أنه انتصر على الفكر الاشتراكي، وأن تجليات هذا الانتصار كان بتوصيات واضحة من صندوق النقد الدولي لأكثر من دولة، قدم توصياته إليها كانت إقرار ضريبة المبيعات، باعتبار أن ضريبة المبيعات أكثر وأسرع قدرة على تحقيق سيولة نقدية للدول وتلبية لحاجات الصندوق من ناحية تسديد القروض. وبنفس الوقت أنا بعتقد أنه كان استجابة حقيقية لقوى رأس المال التي تتحكم
بالتجارة الدولية على وجه الخصوص، وبجعل اقتصاديات العالم الثالث سوقاً استهلاكية كما هو ما قبل تفكك الاتحاد السوفيتي على وجه الخصوص. وأيضاً التجلي الثاني كان بعناوين الخصخصة التي أتت على كل ما يمكن أن يقال عن ملكية الدولة لوسائل الإنتاج الأساسية، ذات العلاقة بالعناوين الثلاثة التي قلت من ناحية البنية التحتية، المتمثلة في خصخصة التعليم، المتمثلة في خصخصة القطاع الصحي، والمتمثلة في خصخصة قطاع النقل وكل اشتقاقاته، سواء كانت هذه ذات علاقة بالسياحة أو ذات علاقة بالخدمات المهنية الأخرى. بهذا المعنى أصبح هذا الإحلال لموضوع الضرائب عنواناً من عناوين الانكماش الأولي لاقتصاديات الدول بالعالم الثالث على وجه الخصوص، ومن تعامل حتى بالدول المتقدمة زي مثل بريطانيا بموضوع ضريبة المبيعات بالشكل الذي أصبح فيه 13% مثلا، باعتبار أنه جزء كبير من ضريبة المبيعات تعتمد بالمحاسبة عندنا، أنا محاسب قانوني، على القيد المزدوج وعلى أساس الاستحقاق. وأساس الاستحقاق يعني أن بائع السلعة سواء حصلها نقداً أو لم يحصلها يتوجب عليه أن يورد ضريبة المبيعات المستحقة على هذه السلعة، بالإضافة إلى فرض ضريبة مبيعات على مدخلات الإنتاج الصناعي، مما أدى إلى رفع الكلف بشكل أو آخر، وسأتحدث عن ذلك بشكل سريع. والعنوان الثالث حتى نخفف من سطوة الضرائب على الاقتصاد الجزئي على وجه الخصوص، فاللجوء إلى المديونية كأداة ثالثة من أدوات المالية العامة هو أيضا عنوان له وجهين. هذه الأداة لها وجهين، الأداة الوظيفة الأولى خليني أحكي هي التي تستطيع أن تلبي حاجات النفقات الرأسمالية لتحقيق الثالوث الذي تحدثت، تحقيق متطلبات التعليم، متطلبات الصحة، ومتطلبات النقل وخاصة النقل العام. والوظيفة الثانية إذا كانت الضرائب لا تفي لمواجهة النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية، فيكون الذهاب إلى المديونية. هذا الذهاب إلى المديونية أصبح عنواناً بالعالم الثالث أكثر بروزاً وأكثر تهديداً لاقتصاديات. وكل هذا الذي تحدثت عن المالية العامة يأتي من خلال التشريع الذي تقره المجالس التشريعية بأغلب البلدان، والذي تقدمه طبعاً الحكومات حسب ما هو متبع ومعروف، أن الحكومة قد تقدم قانون يتعلق بالضرائب أو يتعلق بالوظيفة العامة أو يتعلق بهيئة ذات ما يسمى بالمستقلة أو غيرها. هذه الضرائب والتشريعات يقرها مندوبي الشعب الذين هم يعني مكلفين في أن يقدموا ضرائب، يقدموا قوانين تحقق ما تحتاجه الخزينة من نفقات، وأيضا تتحكم في قدرة الحكومة على المديونية لمواجهة متطلبات المجتمع في مختلف الحقول الخدمية المتعلقة بالتعليم والصحة والنقل العام. إذن هذه العلاقة الثلاثية هي التي تحدد وضع الاقتصاديات في أي دولة. في الوطن العربي للأسف يعني خلال الفترة الماضية وواضح تماماً إنه هذا قاسم مشترك أعظم لأغلب اقتصاديات الدول العربية كما ورد في بحثي التفصيلي، أن هيكل اقتصاد هذه الدول انعكاساً لهذه السياسات المالية التي السياسات الضريبية فيها هي الأبرز، أدى مباشرة إلى خلل في هيكل هذا الاقتصاد. وهذا الخلل تمثل في ارتفاع كلفة المنتج الصناعي والزراعي على وجه الخصوص،
وخاصة الصناعات غير الاستخراجية، باعتبار أنه جزء من الدول العربية هي استخراجية نفطية، خاصة الدول النفطية، وباقي أغلب الدول عندها صناعات لكنها بالمحصلة النهائية لا تصل إلى تصحيح هذا الهيكل. فأقصد بهذا الهيكل أن الصناعة والزراعة، والمعروف عنهما أنهما مقبرة البطالة، في ظل مؤشر سلبي بموضوع البطالة في أغلب الدول العربية باستثناء بعض الدول الخليجية النفطية، كان واحد من أسبابه هو كلفة هذا الاقتصاد انعكاسا للسياسات المالية التي هي سياسات غير شعبية وغير وطنية، أدت إلى هذا الخلل الذي نحن فيه اليوم، بحيث أصبح قطاع الخدمات وبالأخص قطاع التجارة وشيئا ما يعني قطاع إعادة التصدير بشكل أو بآخر، بالإضافة إلى إذا أخذنا الدول العربية مجتمعة نجد أن تجارة الغاز وتجارة من ناحية التصدير وتجارة النفط ساهمت في تغطية العنوان الأبرز إلى واقع الاقتصاد العربي. لكن رغم هذه المؤشرات اللي أحياناً بالمجموع يعني تكون قريبة من الإيجابية، لكنها بالمضمون هي مؤشر خادع بالمجموع إذا جمعنا، وبالتفصيل نجد أن هناك مفارقات فظيعة لكثير من الدول، وتصل في هذه المفارقات بمؤشرات سالبة بنسبة النمو، مؤشر سالب في ميزان التجاري لكثير من الدول، مؤشر سالب في نسبة البطالة وملحقاتها المتمثلة في نسبة الفقر. بهذا العنوان أستطيع أن أقول أن إدارة الأدوات الثلاث، النفقات، الضرائب، المديونية، هي انعكاس لوجود فريق سياسي مؤمن في أنه يريد أن ينتج اقتصادا معافى قادر على تلبية حاجات الدول العربية. لكن بهذه النظرة يعني السريعة التي أوردتها في مقدمة ملخص البحث، أجد أنه رغم ما يعني نعيشه من تشاؤم في الغالبية العظمى من الدول العربية، فبالإجابة على تساؤل ماذا لو استطاع هذا النظام الرسم العربي أن ينتج اتحادا عربيا، ماذا يمكن لنا أن نقول بالأرقام؟ معلوم أن مساحة الوطن العربي تصل إلى حدود 10% من مساحة الكرة الأرضية، وعندنا عدد سكانه 22 يزيد عن 448 مليون، وبنسبة 5.6% من سكان العالم، وأن الناتج المحلي الإجمالي لأقطاره تزيد عن 3.448 مليار دولار، وبالترتيب الخامس بعد أمريكا، الصين، اليابان، ألمانيا، وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الخادع 7690 دولار، وأن فائض الموازنة سنة 22 كان 120 مليار بسبب ارتفاع النفط كما هو معلوم، وأن الدين الخارجي يزيد عن 1.850 مليار، وبنسبة تقترب من 54% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن إجمالي الاستثمار في الوطن العربي يصل إلى 606 مليارات. الصادرات مجموعها 1.771 تريليون، والواردات من السلع 1.310 تريليون، لكن أيضا هذا رقم خادع، لأنه هذا الرقم يحتوي بما يزيد عن تقريبا 350 إلى 400 مليار نفط وغاز، وهذا طبعا يعني يعطي الأرقام خدعة، لكنه بالمحصل النهائية يعني أستطيع أن أقول أن اتحادا بين الدول العربية على شاكلة الاتحاد الأوروبي، اللي طبعا احنا نعرف الفرق الكبير بين دول
سارت بالاتجاه الديمقراطي واستطاعت أن تحقق هذا الاتحاد بعد مفاوضات قصيرة وبعد حروب عميقة أدت إلى تدمير أوروبا. لكن الدول العربية ما زالت هذه المنظومة يعني المستبدة تعكس نفسها بإدارة سلبية للأدوات المالية الثلاث التي أنتجت هذا الاقتصاد الوطني الذي نعيش. طبعا يعني مؤشرات التنمية المستقلة أعتقد أنها تبدأ بالاستقلال السياسي وبحرية الفردية والحرية العامة، وأن إدارة الإدارة المتوازنة للمالية العامة التي تحدثت هي التي تنتج المؤشرات الإيجابية التي يمكن أن تؤشر على وجود تنمية مستقلة عند أي دولة من الدول، وأن الهيكل الاقتصاد إذا كان يصل إلى 70% لصناعة وزراعة وسياحة وأيضا بظل ثورة تكنولوجيا المعلومات، إذا وصل لـ70 لـ75% بعتقد أنه هذا البلد أو هذه الدولة باتجاه الصحيح بالتنمية المستقلة. طبعا يعني دائما بنشوف اليوم كيف بنعيش وبنتذكر ابن خلدون دائما بقراءاتنا، فمنقول بقول ابن خلدون إن هيمنة أهل السلطة على الثروة والسلطان وعلى الأسواق ومصادر السعي والرزق يبطل حركة النشاط ويحتكر كل المسالك التي تتعلق بمقدرات البلاد. بهذا المعنى أستطيع أن أقول أن ما يعيشه الوطن العربي تماما يعني تماما بمضمون ما يتحدث عنه ابن خلدون. الحاكم العربي المستبد يدير بالسياسة والاقتصاد، وبالنتيجة هذه الإدارة بالسياسة والاقتصاد هي التي فرضت يعني حضورها على المشهد الاقتصادي ليكون بهذه الأزمات وبهذه المؤشرات التي نعيش. يعني باستعراض أرقام هيك سريعة عن واقع المالية العامة، نجد أن النفقات العامة للدول العربية خلال سنة 2021 باعتبار صندوق النقد العربي لم يتوصل لغاية اليوم تصوروا ليعكس حجم هذه النفقات في سنة 22، ففقط بلغت 910 مليار دولار، منها جارية 777 مليار دولار وبنسبة 85.4%، والنفقات الرأسمالية بمبلغ 125 مليار دولار وبنسبة 14.6% من إجمالي النفقات. وهذه النفقات أيضا أود أن أقول أنه في بعض الدول لا تزيد عن 10% و9%، لأن النفقات الجارية يعني تستهلك النفقات العامة، وهذا ينعكس بدوره مباشرة على التعليم والصحة والنقل. الضرائب بالوطن العربي، بلغت الإيرادات الضريبية للدول العربية سنة 2021 292 مليار، منها ضرائب على الدخل فقط ب 53 مليار وبنسبة 18% فقط من مجموع الضرائب. وضرائب الدخل هي التي تؤشر على سلامة الأداء السياسي للسياسيين بأي دولة، لأنها ضريبة عادلة بعد يعني محاصرة الاشتراكية سواء كان من الدول الغربية أو سواء كان من فشل الاشتراكيون في أن يقدموا النموذج الذي يعني حلم فيه أو حلمت فيه المجتمعات التي تمنت الاشتراكية. أنا بعتقد شخصيا اجتهادي أن البديل في ظل هذه الأوضاع التي وصلنا إليها في التجربة الاشتراكية هي ضريبة الدخل، وضريبة الدخل بتعدد فئاتها وبتصاعد نسبها قد تكون هي التي بالمحصلة النهائية التي قد تعكس مباشرة يعني صورة وإمكانية أن نقول عن هذا الحاكم أو هذه الفئة السياسية أنها
تنتمي إلى هذا الوطن أو لا، استنادا إلى أن هذه المبالغ التي يمكن أن نحصلها من أصحاب هذه المليارات التي يحققوها بأشكال متعددة، سواء كان هذا الحكي بالصناعة أو بالتجارة أو بالزراعة أو بخدمات الآي تي أو بأي خدمات بالسياحة، بقدر ما نأخذ للخزين من هذه الأموال من خلال ضريبة الدخل، بقدر ما كنا قادرين على إعادة توزيع الثروة عبر الخدمات التي تحدثت في الإنفاق على البنية التحتية لأي دولة من الدول. أدت السياسات المالية للدول العربية لارتفاع الودائع لدى البنوك. شوف التجلي اللي بيعبر عن حاله بهذا الخلل بملف الضرائب. لاحظوا أن المواطنين، غير الأرقام اللي حكيتها، هاي مديونية الدول، وهي مديونية بالعملات الصعبة مش المديونية الداخلية، هي فقط بالمديونية اللي مأخوذة من الخارج. لكن تجليات ذلك، هذه السياسات الضريبية، أن مبالغ الودائع لدى البنوك والمصارف العربية هي دائما بازدياد، وأن مديونية الأفراد والشركات أيضا بازدياد. هذه العلاقة العكسية ما بين نسبة الضرائب وما بين ارتفاع المديونية هو التجلي الحقيقي للإدارة الغير حصيفة من قبل السياسيون العرب بملف الضرائب، وعلى وجه الخصوص طبعا للدول غير النفطية أكثر ما هي الدول الأخرى. فالودائع لدى البنوك مثلا لسنة 2021-2022 كانت 2 تريليون و300 مليون و2 تريليون و412 مليار مليار آسف 2 تريليون و300 2 تريليون و400 و2 تريليون و490. هذا التصاعد فقط بسنوات 2021-2022 بس قديش بيأشر بشكل مباشر على يعني الخلل في الملف الضريبي الذي تعاني منه الدول العربية بسبب هذه السياسات الضريبية التي نعيش. بينما بلغت التسهيلات للأفراد والمنشآت الإجمالية للسنوات 2021 تريليونين و649 مليار وتريليونين و435 مليار دولار. بهذا المعنى دكتور صبحي، إذا شفت أنا فتت كثير على الوقت احكي لي. لا أنا همني أتوقف معك على نقطة مهمة أنت مررت عليها. تفضل أفضل. تفضل طبعا. لا في مسألة الخصخصة، الآن عدد كبير من الدول العربية عم بيكون برهون وضعه الاقتصادي بما هو يضعه الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من شروط اقتصادية، وعلى رأسها هي نوع من تصفي للقطاع العام. حدث الشيء بمصر أولا وجدناه بعدين يحدث في عدة الدول، وتحويل القطاع العام إلى قطاعات خاصة وقطط سمان وإلى آخره الذي حدث في عدة دول. والشروط هاي أنت أشرت لها، يعني مسألة الخصخصة في البداية، ما بتقديرك أنه هذا عنصر مهم توقف عنه على المستوى العربي، أنه يضاف إلى أهمية التكامل بين الدول العربية. كمان ضروري شيء اسمه التخطيط الاقتصادي الشامل بهالمعنى، ضروري الحفاظ على القطاع العام بقضايا عديدة. يعني أمريكا اللي نعيش فيها الآن بال2008 كما تعرف أستاذ محمد، لما صار فيه الانهيار الاقتصادي لو ما تدخل الدولة الفيدرالية ومساعدتها لبنوك ومصانع سيارات وغيرها لكان انهار بالكامل الاقتصاد الأمريكي. ما بعرف شو رأيك بهالنقطة، خاصة عندنا نموذج موجود عالميا الآن منه حتى نموذج ديمقراطي بهذا المعنى اللي هو الصين، يعني بوجود مركزية تخطيط الاقتصادي الشامل في الصين. طبعا السوق كبير ومليار عم نتحدث أو أكثر من البشر، لكن استطاعوا أيضا يعملوا هذه النهضة. يعني فأعتقد يعني الاتحاد والتكامل جيد بين الدول العربية، لكن أيضا بحاجة إلى ما هو يسمى بالتخطيط الاقتصادي الشامل والحفاظ على القطاع العام. شو رأيك بهالنقطة؟ وبننتقل بعدين زي ما عندك من بعد نسمع جوابك للنقاش مع الأخوة والأخوات المشاركين. نعم يعني إحنا قبل 2008 يعني احنا بنشوف مثلا الخصخصه عندما تبنت تاتشر، ما تاتشر دخلت على يعني وبعدين لحق ريغان
ولما يعني دخلت بالخصخصه وقطاع النقل على سبيل المثال. يعني اليوم احنا نشوف بريطانيا انه قطاع النقل بعد خصخصته اصبح من يعني اغلى 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 القطاعات بجوز من ناحيه. وطبعا لما نحكي عن المناجم ولما نحكي عن التعدين ولما نحكي عن كذا كله تخصص. وبالتالي نجد في بريطانيا انه العداله لم تعد يعني في مجال الحديث عنها. وهذا طبعا بنسحب على كثير من الدول الراسماليه التي عانت من ازمات متعدده، كان سببها الرئيسي هو فعلا تغول راس المال والقطاع الخاص والانفلات فيه. يعني بالنتيجة الخصخصة هي نتاج هزيمة كل الأفكار الاشتراكية و يعني الدعوة إلى عدم تدخل الدولة. عدم تدخل الدولة مرهق لأي مجتمع، ودليل ذلك ما تفضلت فيه دكتور. يعني عندما توحش القطاع الخاص في أمريكا وأفلس الكثير من الدول وأصبحت الاشتقاقات المالية التي يعني سادت في تلك الفترة عبر الأسواق المالية وخاصة ما يسمى بالعقود كسيدة يعني النشاط التجاري الذي كان بعيدا جدا عن الصناعة وعن الزراعة وعن الخدمات الملموسة. يعني احنا يعني شيء لا يصدق في تفتق هذا العقل عن انه انا وياك نشتري نفط ونبيع نفط واحنا لا عندنا نفط ولا عندنا كذا ونشرع من خلال التشريع من خلال السوق المالي وبالتالي بربح او بخسر بناء على متغيرات السوق. او التوريق الذي كان جزء من ازمه 2008 2009. كل هذه المسائل كانت تتاكد مره اخرى على انه فعلا الدولة دون أن يكون لها، لأن الدولة هي أصلاً شريك حقيقي في الإنتاجية. يعني إذا قلنا إحنا وسائل الإنتاج تتعلق بأربعة ذات علاقة بالأرض والمال والإدارة، من هي الإدارة؟ الأصل المجتمع هي الإدارة الحكومية. وعندما يعني أفضت كثير أنا بالحديث عن النفقات والضرائب والمديونية، هي إدارة بس إدارة مين؟ إدارة السياسيين الذين يديرون في مختلف الأقطار. وطبعا عندما يتحالف هؤلاء إذا كانوا مثلا زي الوطن العربي عبارة عن طبقة سياسية تقليدية، عندما يتحالف هؤلاء مع رأس المال وينتجوا مجالس النواب تشرع بهذه الطريقة، أستطيع أن أقول أن الخصخصة كعنوان من العناوين كان يستهدف الشركات والمؤسسات الناجحة التي ممكن أن تكون ذات قدرة على تقديم ما يحتاجه المجتمع. هلا يعني إحنا لما نشوف إنه الخصخصة يعني الوطن العربي والعالم الثالث شيئا ما، لكن الوطن العربي نتفرج مثلا التعليم حتى العشرين سنة السابقة لم يكن للتعليم الخاص أي دور. كان التعليم الخاص في كثير من الدول العربية عبارة عن تعليم رديف للطلبة الذين لا يستطيعون أن يلبوا متطلبات التعليم العام. لكن بعد هذا التراجع السريع الذي أصبح يعني يهاجم الوظيفة العامة ويهاجم التعليم العام، وهذا أيضا سحب على الصحة وسحب على يعني قطاع النقل بشكل عام، كله أدى إلى ما نحن عليه من أزمات متعددة ذات علاقة بأزمة التعليم. لأنه أصبح التعليم يعني إذا حكينا عن الأردن نموذجا بشكل أكثر تفصيلي، أجد أنه ميزانية التعليم وميزانية الصحة وميزانية النقل العام لا تساوي 60% من ميزانية الأمن والجيش، وهذا منطبق على كثير من الدول. بهذا المعنى يعني أستطيع أن أقول أنه الخصخصة هي تجلي من تجليات انتصار رأس المال بالعالم. أصبح صندوق النقد الدولي يدفع بهذا الاتجاه، لأنه هدف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هو السيطرة على اقتصاديات العالم. وجون بيركنز كان واضح تماماً بتجربته وبكتابه اعترافات قتل الاقتصادي أن هذه الأدوات التي أسست في 1944 ما هي إلا أدوات تخدم قطاع رأس المال عبر شركات المتعددة التي تبدأ.
بالأسلحة وتنتهي بالغذاء وتمر بكل شيء، أدوية، ألبسة إلى آخره. شكرا لك دكتور محمد. خلينا ناخذ بعض الاراء من المشاركين معنا. دكتور جمال بارغوثي من تكساس، وفي نسال الاستاذه آسيا عطوس ايضا من تونس، وما بعرف اذا كان دكتور محمد العزاوي بالاردن يريد ايضا يشارك بتعليق او سؤال، او اترك له خيار زي. خلينا نبدا معك دكتور جمال، وبعدين الاستاذ وليد كيلاني ايضا طالب التعليق. تفضل يا دكتور جمال. شكرا جزيلا، العرض سخي جدا ومعلومات قيمه جدا عن الاحصائيات اللي حكاها الأخ محمد. السؤال يعني لما نطالب بمركزية عن بديل للخصخصة، المركزية نفسها تحتاج إلى كفاءات ونظام محاسبة صارم وشفافية وقوانين مثل اللي نجحت في الصين المركزية، ولكن فشلت في العالم الثالث تقريبا في معظمه، لأنه لا يمكن تعمل مركزية أنت بتدعم الاستبداد. لما تعمل مركزية انت بتقول للحكومة المستبدة انت استلمي الصحة والتعليم والنقل العام. انا السؤال يعني للمحمد دكتور جمال، لانه في امريكا حتى السجون مخصخصة. يا نقطة مهمة، تفضل. يا يعني سؤال للاخ محمد، لماذا لا تسعى الاردن مثلا؟ لان اول الحجم بيسمح، وكصديق مخلص وحليف لأمريكا، أن تقوم بتصنيع بعض المنتجات الأمريكية اللي بتنسحب شوي شوي من الصين وتسليمها للي بيسموهم بايدن للأصدقاء في العالم البعيد عن الصين أو اللي أقرب للغرب. فيا ريت يعني انه يعطينا مصنع لنايكي مثلا للاحذيه، او لا يعني بدناش نكون نبالغ ونقول يعني مايكرو تشيبس وسوليد ستيت وهاي تكنولوجي، ولكن في اشياء كثير الصين كانت تصنعها وراح يسحبوها من الصين وحطوها في العالم الثالث، لأن مش راحين يجيبوها على أمريكا، لأنه لو جابوا مثلاً صناعة الآيباد على أمريكا، راح الآيباد اللي بتنباع بألف دولار حالياً أو أقل أو 400 دولار، بتصير 4000 دولار، لأنه بحكم 60 دولار بالساعة لتكلفة العام الأمريكي. فلماذا يعني الأردن لا تقوم بهذه وبتحل مشكلة البطالة، بتزيد الكفاءات والتدريب، ممكن تكون إنتاج مهم بالنسبة للأردن. شكرا لك دكتور جمال. تفضل دكتور محمد. إذا نسمع آخرين أنا ما عندي مانع. نأخذ كمان أيضا من تكساس الأستاذ وليد كيلاني. تفضل يا أستاذ وليد، افتح الميكروفون عندك يا. بعدين الأستاذ آسيا عطوس. أستاذ وليد. شكرا دكتور محمد، حقيقة كان شرح مستفيض وجيد. أود أن أقول التالي، هناك فيروسات كتير في الاقتصاد كما هي في الصحة أيضا وتنتشر، من ضمنها الخصخصة، لكن عندنا أشياء كتير حتى في أمريكا، سوق الأسهم ستوك ماركت لاس فيغاس لا يعكس القيم الحقيقية التنمية للمعطيات الإنتاجية، وإنما هي عملية مضاربة تؤدي بالنتيجة إلى كسب ناس كثيرين اللي بيلعبوا على طاولة الأمار في البلد، وهم يصيروا أغنياء والشعب أيضا ينخفض دخله تختفي الطبقة المتوسطة. يعني هذا موجود، وهذا النوع من الفيروسات أيضا بتنعدى في الدول العالم الثالث وغيرها والآخره. الأساس كانت زمان الاقتصاد يعتمد على الدخل القومي وعلى الإنتاج بين صناعة وزراعة وقطاعات مختلفة أخرى، ولكن أيضا كانت سياسات مالية واضحة وسياسات اقتصادية واضحة. عندما نتكلم في 2000 أو ما بعدها، وبدأت المصانع الأمريكية أو حتى قبلها تفكك وتذهب إلى الصين، طيب مين اللي قرر هذا؟ أصحاب رؤوس الأموال، أصحاب المصانع اللي عاوزين تكلفة أقل عشان يربحوا أكثر، هم وراء ذلك، ولكن مش مصلحة البلد. بعد ما تتجمع الأشياء هاي
صعب انك ترجع فيها، خلص السياره مشيت ترجعش لورا. هاي الاقتصاد وهذا اصاب العالم، واوروبا كمان تبعت. هناك فرق يجب ان نقول، هي مش نظام اشتراكي واقتصادي وراسمالي. ناخذ مثلا روسيا، روسيا عندما تفككت روسيا كان لانه فيها كوربشن كمان كبير بالاضافه لكل شيء، في ما فيش دوافع عند الانسان وشيء الى اخره. فمن هذا الوضع لما اجى دور الصين، وبعدين لما روسيا بدات يعني خلينا نقول تميل نحو الغرب وشيء، اجتها اشياء كثيره من ضمنها من الاي ام اف وصعوبات في، فما قدروش يتحركوا. هم اصلا عندهم مشاكل داخليه وما قدروش خارجيا، يعني لانه كل واحد كان بدور على مصلحته مش على مصلحه البلد الاخرى والى اخره. لما اجت الصين اخذت دروس مختلفه وجمعت بين النظام الرأسمالي والاشتراكي والتخطيط، وصار إذا حدا في عنده كوربشن ولا بيعمل هذا ما بيتسامحوا معه. يعني هذه مجرد تعليقات بسيطة. شكرا لك أستاذ وليد. نسمع من الأستاذ آسي عطروس من تونس، وبعدين دكتور آيزن من واشنطن. تفضل يا أستاذ. طبعا شكرا جزيلا. أكيد أنه لغة الأرقام لا تكذب عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، وهي معناتها شيء مهم، ومهم جدا أنه الأرقام هي التي تعكس يعني الواقع الاقتصادي للعالم العربي. وإحنا الحقيقة لا نحكي عن عالم عربي موحد، لأن هناك دول مقتدرة وهناك دول أقل اقتدار، والوضع يعني متفاوت. الموضوع بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية موضوع مهم جدا. وهنا استحضر تقارير التنمية البشرية الأممية، والتي أشرف عليها خبراء عرب يعني من مختلف الدول العربية، واستحضر بالذات كلوفيس مقصود، وأنه كانت تقدم تلك التقارير يعني عن التنمية في مجال التعليم، الأمية، الاقتصاد، كل شيء. ولا أعتقد أن هناك زعيم أو رئيس أو قائد عربي واحد يعني كان يطلع على تلك التقارير أو يستفيد منها، أو أي حكومة كانت تبني عليها. اليوم الواقع يتحدث بنفسه، والاقتصاد معناتها لا يحب لا يعتمد الأمور العشوائية أو الشعوذة، أو ولا يعالج يعني لا بالسحر ولا بغيره. يعني اليوم احنا في وضعية انه نتداين لتسديد الديون، احنا في حلقة مفرغة نتداين لتسديد الديون، وهذا هو الحال. ولكن الحديث عن اتحاد عربي مسألة تقريبا مستحيلة. يعني عنا احنا دول شمال افريقيا ودول المغرب العربي التي ما تشترك في الفضاء الجغرافي، وتشترك في اللغة، وتشترك في الحضارة والانتماء والديني وكل شيء، ولكن ومع ذلك فإن يعني لا نرى لا تكامل لا اقتصادي ولا غيره في هذه المنطقة. والأمر أيضا ينسحب على بقية الدول العربية اللي كان يمكن أن تشكل وزن اقتصادي، كان يمكن أن تكون يعني عندها حضور في المنطقة وفي العالم، ولكن هذا غير موجود. فما حاجة غايبة على تقريبا كل الأذهان اليوم، وإنه احنا فقدنا حاجة مهمة، حاجة تقريبا هي الأساس في التنمية، وهي الأساس في النمو الاقتصادي، وهي الأساس في الاستثمارات، وهي عقلية العمل وثقافة العمل. نحن مع الأسف يعني شعوب تقريبا متخاذلة، شعوب يعني أصبحت معناتها تحب تعيش أكثر من مستواها، ولكن لا تبذل الجهد الكافي لتغير واقعها. ويمكن ما تحدثتم كثيرا عن الصين، ويمكن أن أدعي أني أعرف الصين بحكم أني قضيت فيها سنتين أيام الدراسة، وعشت المرحلة متاع الانتقال للصين، أن المواطن الصيني يعيش على صحفة الأرز، والمواطن الصيني يعيش على البدلة الزرقاء على طول العام. والصينيين في لغتهم ما على خلافنا احنا نقولوا يعني في العالم الكل يقول لك صباح الخير وبونجور، التحية الصباحية للصيني للمواطن الصيني يقول له هل أكلت، يعني سامحوني في العبارة بالصيني، يقولوا تشوفان لما، يعني لأنهم عاشوا أزمات وعاشوا حروب وعاشوا يعني الحاجة. يعني الصيني كيصادف أي مواطن صيني الصبح ما بيسألوا كيف حالك أو يقولوا هل أفطرت هل أكلت. الشعب هذايا بقدرته على العمل. لا أتحدث عن الحريات، لا أتحدث عن النظام السياسي، ولكن أتحدث عن إرادة الشعوب، عن الاقتصاد، عن العجلة الاقتصادية. والصين عندما استعادت مكاو وهونغ كونغ
يعني عملت قفزة اقتصادية رهيبة، واليوم هي تمثل خطر كبير على أمريكا وعلى الغرب وعلى كل، هي هذاك مفتاحهم، هذاك كلمة السر هو العمل ولا شيء غير العمل. احنا مع الأسف يعني تجاهلنا كل هذه الشروط اللي هي أساس التقدم، واخترنا أنه نعيش معناتها بالتداين، أنه نخضع لشروط صندوق النقد الدولي، وأن نخضع لشروط الاتحاد الأوروبي وغير الاتحاد الأوروبي اللي يمن عليك ويعطيك قروض. يعني أنت اليوم مستقبل الأجيال القادمة هو مرهون. احنا اليوم نقتني سفن من حاجتنا من القمح، ونحمل الأجيال القادمة ثمن هذه ما نأكله أو ما أكلناه يعني على مدة عقد أو عقدين. يعني المسألة الحقيقة عميقة وعميقة جدا. نحن نهرب إلى الأمام، نرفض لغة الأرقام، ونحاول أن نعيش يعني نبحث عن حلول شعبوية اللي ترضي العامة ولكن لا تغير الواقع. شكرا لك أستاذة أسا، نقاط مهمة، بارك الله فيك. نسمع من دكتور أيزن من واشنطن، وبعدين دكتور عماد جبري من بيروت. تفضل دكتور أيزن. شكرا أستاذ دكتور صبحي. السيد البشير أشكرك على المحاضرة. أنا عندي سؤال لك، هل تعتقد وأنا ما راح يعني أحكي كثير، هل تعتقد النظام الاقتصادي العربي يقدر يستوعب استثمارات دولية؟ هل أكو نظام حتى يستوعب استثمارات من الخارج حتى يقوم ببناء نهضة اقتصادية؟ وشكرا جزيلا. أقصد عفوا دكتور على صعيد بلد عربي واحد أو على مجموعة عربية، كيف عفوا؟ أما بالعام يعني عامة. السؤال إذا مصر أو سوريا أو الجزائر أو أي بلد عربي يعني. أوكي. شكرا جزيلا. الآن نختم هذه التعليقات إلا إذا حدا بعد رغب بالتعليق أو السؤال. عندي آخر شيء الدكتور عماد جبري من بيروت. تفضل دكتور عماد، أهلا فيك، افتح الميكروفون عندك. مساء الخير أخ صبحي، ومساء الخير للجميع. شكرا للأستاذ البشير على العرض القيم اللي أعطاه عن التنمية المستقلة وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية. الحقيقة أنا بدي أقول أن المستقلة التنمية الاقتصادية بالأساس تنوعت وأصبحت تطورت مع الزمن، وأصبحت التنمية المستدامة انطلقت اقتصاديا وأصبحت تضم ثلاث ركائز: تنمية اقتصادية، تنمية اجتماعية، والتنمية البيئية. وهذا الشيء اللي يعني إصدارات الأمم المتحدة واجتماعاتها ومؤتمراتها توصلوا إليه بس التنمية الاقتصادية المستقلة بالنسبة يعني أنا أعتقد أنها تعبر عن السياسي، لأنه ومن شروطها ثلاث شروط أساسية، هن أن يكون الاقتصاد إنتاجي ولا يكون اقتصاد ريعي، بمعنى اقتصاديات النفطية أو اقتصاد لبنان اللي كان قائم على ريوع المصارف ومضاربات العقارات. فاقتصاد إنتاجي لتحقيق التنمية وليس اقتصاد ريعي. الناحية الثانية أو الشرط الثاني لتوفر التنمية أيضا أن تكون هناك بيئة ملائمة من بنى تحتية، من أنترنت، اتصالات، كهرباء، كل هالأمور هاي. الشيء الثالث هو أن توضع خطط للتنمية، وهم بدنا نميز بين التنمية والنمو الاقتصادي. التنمية هي الديفلوبمون إيكونوميك، بينما هيديك بالفرنسي كرواسانس إيكونوميك، النمو الاقتصادي العادي. هلأ طبعاً التنمية الاقتصادية بتنفذ على التنمية الاجتماعية، على الثالوث اللي حكي عنه الأستاذ البشير، اللي هن محاربة الفقر والجهل والمرض، يعني هو حط القطاع النقل كمان حطه محل هذا. وتوصلت بعض الدراسات بإطار الاقتصاد الكلي حول النفقات العامة، النفقات الحكومية، ومثل ما قال إنه عندهم كمان المثلث اللي هو النفقات الحكومية والضرائب اللي هي إيرادات، ويعني وتتسم الاقتصادات العربية واقتصادات العالم الثالث أيضا بنسبة من المديونية العالية والمرتفعة. المديونية المرتفعة والعالية هي تبعية مالية، والاقتصاد الريعي هو تبعية اقتصادية، وبالتالي التنمية الاقتصادية هي حرية سياسية في هذا المعنى. وهذا الشيء اللي كان يركز عليه عبد الناصر بالربط بين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية والقاعدة الصناعية والتنمية الاقتصادية والخطط الخماسية إلى ما هنالك.
طبعا جربت كل يعني خطط التنمية في البلدان القطرية وفي الأوطان العربية ولم تحدث نقلات مهمة، خاصة أنه إذا منعرف أنه التجارة البينية العربية ما بين الدول العربية نسبتها بس 11-13% في أحسن حالاتها على مر السنوات من مجموعة التجارة الخارجية، يعني تجارة العالم العربي مع الخارج. وهيدا أيضا في عنا نسبة النفط بهالتجارة هاي يعني، وهذا في قصور تحديدا بالنقل البري بين الدول العربية، لأنه هودي هن بمنطقة جغرافية وحدة يعني، ونحن عم نعيش كنا بأواخر القرن العشرين عصر التكتلات الاقتصادية الكبرى، كلهم عم يتكتلوا تيعملوا تنمية وإنماء سواء بالنفط بأمريكا الشمالية بشنغهاي بآسيا إلى ما هنالك، كانوا عم يتكتلوا طيب هذا، بينما نحن كنا موحدين. وفي عقبات يعني بالنقل البري، عقبات سياسية أولا، عقبات تقنية، تقادم الأسطول، رسوم جمركية ما بيخلوا شاحن بيرجع يعبي إلى ما هنالك من قضايا، وخاصة كمان أنه الدول العربية عملت العديد من الاتفاقات الاقتصادية وبقيت حبرا على ورق للأسف. دكتور عماد، أنا بودي أنت هذا اختصاصك أيضا، بودي أنه نستضيفك إن شاء الله لندوي حول العقبات والعوائق اللي عم تمنع حالة التكامل العربي. فعلا موضوع حلو للتعامل معه، جزء من اختصاصك أيضا، نقاط جدا مهمة تفضلت فيها. خليني تابع أيضا بعض الآراء قبل ما ننتقل للدكتور محمد ونختم. شكرا جزيلا لك عماد. شكرا. أستاذ جرجس من واشنطن، تفضل، بعتد عندك الختام حيكون بالتعليقات وبعدين منعود للأستاذ محمد. يحمد، سلام جميعا، وشكرا للأستاذ المحاضر على الإحصائيات القيمة اللي شفنا منها إن يعني بعض الأقطار العربية كانت عندها حظ كفاية إن هي تلاقي نفسها بإيرادات فلكية وحتى بدون أن تبذل جهد فيها زي ما احنا شايفين. لكن المشكلة في توشيد استخدام هذه الإيرادات، فكان زمان يعني كنا بنشوف ان شيوخ النفط بيصرفوا بزخ في حاجات فردية وحاجات مش لطيفة، لكن دلوقتي برضو بيصرفوا بزخ بس مش بتوشيد كافي يعني بنشوف انهم بيشتروا أندية، بنشتروا لعيبة بمبالغ فلكية بس علشان يعملوا دعاية لبلادهم ويسيبوا يعني لو في ترشيد للاستثمار في البلاد العربية المحتاجة لاستثمار أكثر من البذخ في الحاجات فرعية، يعني مثلا الأراضي بتاعت السودان لو تستغل، الأراضي بتاع المناجم اللي في البلاد العربية تستغل، إنشاء صناعات وحاجات للاستهلاك العربي، إنهم يكونوا في استهلاك معقول واستثمار مغذي ونافع لكل الناس، وبخاصة الفقر الزيادة اللي بنشوفه في بلاد كثيرة من أول الصومال، اليمن، ليبيا، السودان، مصر، دي كلها لو الفلوس دي استخدمت حتى هم هيجيبوا استثمار يجلب لهم عائد كويس، لكن في الوقت نفسه مش حكاية برستيج وإنهم عايزين يبقوا زعامة ويصرفوا عشان الدعاية يبقوا عندهم لعيبة محترمين وحاجات زي كده، قصاد انه يزيد الاستثمار النافع للجمهور العربي، فده حيعود على نفع للطرفين، لكل الأطراف. وشكرا. شكرا لك أستاذ جرجس من واشنطن، وحنختم هذه الندبة الأمسية الطيبة معكم جميعا، نختمها مع الأستاذ محمد بشير. تفضل دكتور محمد بتعليقات عامة على كل ما سمعته حتى الآن. يعني شكرا جزيلا شحطتنا.
آسف آسف جدا. ملعب. طبعاً ملعب عسل تحل لك المشكلة. تفضل. يعني أنا مداخلات جميلة. مداخلات جميلة جدا. لكن القاسم المشترك الأعظم فيها غياب الإرادة السياسية. يعني لما وأنا طبعا بورقتي استعرضت تجربتين ثلاث، سواء كانت التجربة الأوروبية أو التجربة الماليزية أو التجربة البرازيلية. يعني كانت الإرادة السياسية هي الحقيقة، هي مربط الفرس. حتى عندما نتحدث عن الصين كانت الإرادة السياسية التي استطاعت أن تحقق هذه النهضة، رغم أن الاقتصاد الصيني الحكومة تتحكم في أكثر من 70% من هذا النشاط، يعني في ملكية عامة. إذن يعني كل ما يمكن أن يقال عن إبعاد الحكومة عن إدارة شؤون البلاد تحت عناوين متعددة ذات علاقة، في أنه الوظيفة العامة تحمل في ثنياها إعاقة للتطور والتنمية ويعني العدالة الاجتماعية، هذه كلمة حق حقيقة بالتجربة يراد بها باطل، لأنه هي إذا كانت هي كذلك فهي انعكاس لفساد سياسي في غياب الحرية، الحرية الفردية والحرية العامة بخلق الأدوات السياسية للناس. نحن نعلم جيدا أن دول العالم الثالث وليس فقط الوطن العربي تديره مجموعة من السياسيين المرتبطين بالبرامج الغربية، ويعني النشاط الاستخباري وخاصة يعني وكالة المخابرات الأمريكية هي التي تدير كثير من ملفات الاقتصاد. وهنا أود أن يعني أبين الأخوة الذين تحدثوا عن نقل التجربة الصناعية والزراعية لبعض الدول من خلال الدول مثالا الصين والأردن أو غيرها. يعني بالأساس برنامج صندوق النقد الدولي، واطلعوا على كل برامج صندوق النقد الدولي، ليس هناك بندا أبدا. أنا يعني عندنا 8 برامج بالأردن، 7 في برنامج ما شاء الله، ولا في بند عن الصناعة والزراعة ولا بند. وكانت أهداف مثلا الخصخصة بالأردن، وهذا منسحب على السودان اللي ما لهاش علاقة بالخصخصة وراحت على الخصخصة وراحت المغرب وراحت كذا. شو أهدافها الثلاث كانت الأساسية؟ أولا تحقيق نسبة نمو للاقتصاد الوطني، ولم تحقق برامج أبدا نسبة نمو معقولة. قد تكون حققت بقطاع الإنشاءات والبناء في بعض الدول بسنة 2006-2007، كانت استثمارات هائلة ومتطلبات يعني حركة كثير من يعني المؤسسات الاستخبارية والأمنية والكذا أكثر ما هي مؤسسات اقتصادية. والبند الثاني دعم الموازنات لسد عجزها المستديم الذي دفع الحكومات العربية بكثير من الدول بما فيها النفطية. النفطية ترى ب 2020-21 فقط بعد كورونا سدت عجوزاتها، كان لديها عجوزات. والخصخصة واتباع البرنامج الدولي الذي طالب فيه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لم يؤدي إلى تحقيق هذا لردم العجز في الموازنة الذي انعكس مباشرة بمزيد من المديونية. ورقم 3 خلق تنمية بشرية تستطيع فعلا أن تقدم ما تحتاجه هذه الدول من كوادر بشرية، تقدم لهذه المجتمعات إمكانية العدالة الاجتماعية التي نهدف. وكل هذه حقيقة لم تتحقق. يعني مثلا في الأردن مثلا أو السودان، يعني أي دولة، الأصل أن يتحقق نمو في القطاع الزراعي. يعني بالأردن سنة 1970 كانت الزراعة تصل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، اليوم الزراعة 3%. كانت الزراعة
يعني تشغل عدد كبير من العمال ومن حاجة سوق العمل، لكن اليوم انخفضت إلى نسب متدنية جدا. كانت الزراعة يعني يحافظ عليها بقانون الملكية الكبيرة. اليوم عم نشوف بكثير من البلدان العربية تفتيت للرقعة الزراعية، وأيضا ترجمت كل ذلك أن استيراد الدول العربية من الغذاء، الأردن نموذجا أو أي بلد أوروبي، بلاد النفط، أكثر من 80% من حاجة هذه الدول من الغذاء هو استيراد. هذا بيأكد مرة أخرى أن الإرادة السياسية هي إرادة بعيدة عن التصنيع وبعيدة عن الزراعة. إذن الموضوع الجوهري بكل ما يمكن أن يقال هو الإرادة السياسية، ونموذجي على ذلك، دليلي على ذلك بما يتعلق بالخصخصة أو دور يعني البنك الدولي والصندوق والصندوق، وطبعا بعد 93 منظمة التجارة العالمية التي أتت على كثير من الصناعات. دليلي على ذلك إنه الصادرات والاستيراد لم تحل هذه المشكلة أبدا. والدليل رقم 2 أن كلفة المنتج الصناعي والزراعي حتى بظل هذه الأوضاع التعبانة كلفة مرتفعة جدا، وارتفاعها يأتي سبب رقم 1 ضريبة المبيعات المرتفعة على مدخلات الإنتاج وعلى المنتج النهائي، رقم 2 أسعار الطاقة، رقم 3 خدمة المديونية وأسعار الفوائد المرتفعة بالوطن العربي، ورقم 4 في هناك بعض الرسوم الاشتقاقية، مثلا الضمان الاجتماعي في الأردن يصل إلى 22% على الرواتب، والرواتب تحتل مكانة مهمة في هذا المنتج. إذن المنتج الاقتصادي عند الدول العربية منتج مرتفع، فعشان هيك لا يستطيع أن ينافس السلع المستوردة من الشرق وخاصة الصين، تايلاند، بعض الدول الأخرى لا يستطيع أن ينافسها. وأيضا يعني هذا المنتج لا يستطيع أن ينافس بالدول الخارجية. لماذا؟ لأن كلفة المنتج بالدول بالأسواق الخارجية التي يصل إليها المنتج العربي من غير النفط والغاز هو منتج غير منافس. وبالتالي هذه الأزمة المتكررة المتراكمة تخفي في ثناياها ذلك الوضع الذي هو مستمر من السابق، وسبب الرئيسي عدم قدرتنا. وطبعا يعني أنا دائما عم بحكي بقول إنه يعني مش القصة قصة إنهم بيعطونا، يعني هذا النظام الرسمي العربي لا يمكن أن يعطيك، لأنه النظام الرسمي العربي بالنتيجة نستفيد من هذه الأوضاع التي نعيش على الصعيد الاقتصادي. وأيضا كما تحدث جون بيركز، قال واجبات وأهداف صندوق النقد والبنك الدولي أن يخلق طبقة من السياسيين والفنيين الذين يجدوا من استمرار هذا التعاون وهذه العلاقة مع الدول الغربية هو من مصالحهم الخاصة. وبالتالي بنشوف احنا اليوم في طبقة مستفيدة من التجارة بأشكالها المتعددة، لأنها تحقق مكاسب من هذه الأوضاع التي نعيش على حساب الغالبية العظمى من المجتمع. وبالنتيجة نكتشف ما نعيشه من أرقام فظيعة بالبطالة، وأيضا استمرار قطاع التجارة وقطاع الاستيراد على وجه الخصوص سيد القطاعات، وباقي القطاعات لا تستطيع أن تلبي حاجة المجتمع بالشكل الذي نعيش. تماما نعم أنه الأسواق المالية واشتقاقاتها المتعددة وأدوات الفظيعة هي جزء من سيطرة رأس المال على كل السلع بالعالم. يعني موضوع السوق المالي تماما هو بيع وشراء سهم لمؤسسة، مثلا إذا كانت التجارة بالأسهم بعيدا عن مثلا تجارة العقود. أكيد
مهما درست ومهما قرأت هو قابل ل يعني السوق العرض والطلب. يعني إذا كان هناك من يدير بالخفاء على سهم معين من أسهم بنكية أو أسهم غيرها، يعني بالنتيجة هاي المضاربة ملهاش علاقة بإنتاجيته من عدمها دائما. قد تكون أحيانا أرباح بنك، أرباح شركة بوتاس، أرباح شركة فوسفات، أرباح مصنع حديد، أرباح كذا، قد تكون مؤشر بلحظة معينة، وانعكاس توزيع الأرباح على المساهمين قد يكون عنوان، لكن بالنتيجة التجارة بهذا السهم هي نوع من أنواع الاشتقاق المالي الذي أصبح بالعصر الحديث واحد من عناوين امتصاص السيولة من الغالبية العظمى من الناس. الشغلة الأخرى اللي بحب يعني أعلق عليها أيضا بموضوع الكتلة النقدية، يعني إحنا بنتفرج بنشوف إنه بدنا نسوي استثمار، بدنا نروح نأخذ مبلغ من المال من البنوك، بدنا نعمل، بدنا نبيع ونشتري، نتعامل بالنقود. بالمحصلة النهائية في كتلة، هاي الكتلة تبعت النقود، حقوق المساهمين لا تساوي من موجودات أي مؤسسة مصرفية بالعالم، مش فقط ببلد عربي، لا تساوي 15% من هذه الموجودات. الموجودات الحقيقية هي ودائع، ودائع الناس. هذه الودائع الأصل، هنا بيجي برجع بخليني أرجع على دور الدولة. الدولة يتوجب عليها أن تدير هذا النقد الكثير والكبير من خلال البنوك المركزية عبر إشي اسمه السياسة النقدية. والسياسة النقدية أهم أداة لها هي الفائدة، أهم أداة للسياسة النقدية بأي دولة هي الفائدة. كثير من الدول تترك الفائدة معومة، ويصبح الهامش بين الفائدة على الوديعة والفائدة على التسهيلات كبيرا، بحيث يصبح هذا الفرق هو كلفة على الاقتصاد الوطني لأي دولة من الدول. وبالنتيجة بيعبر هذا الحكي عن غياب البنوك المركزية، أي غياب الدولة في إدارة مال المودعين. يعني إحنا اليوم بالغرفة قد نكون كلنا مودعين، لكن إحنا مش كتلة حتى نستطيع أن نراقب البنك. الأصل أن يقوم البنك المركزي نيابة عنا نحن كمودعين في إدارة هذا الموضوع عبر الآتي: عبر تسقيف رواتب الطبقة الأولى من إداريي البنوك، وعبر تقليص الفجوة بين الفائدة المدينة والدائنة بالشكل الذي ينعكس على الاقتصاد الوطني، وفي منع تغول البنوك في فرض رسوم ومصاريف ومسائل كثيرة. إذا فتنا على القائمة التي يعني تدفعها الشركات والأفراد للبنوك، سنجد أنها كبيرة ومكلفة للاقتصاد الوطني. وهذه دول العالم الثالث تدفع ثمنا غاليا بسبب غياب هذه الإدارة الحصيفة، باعتبار أن كلفة الاقتصاد الوطني لأي بلد من البلدان يبدأ من هذه العناوين: الضرائب، الطاقة، الفائدة البنكية. هذا الثالوث إذا في إرادة سياسية مستقلة أستطيع أن أقول أنها تستطيع أن تقدم يعني ما يمكن تقديمه كمدخل من أجل العدالة الاجتماعية. أخيرا يعني أنا بدي أحيانا بتسأل، ونموذج قد يكون بلبنان، قد يكون بالأردن، قد يكون بأي موقع آخر، ماذا يريد الإنسان؟ يريد تعليما، يريد صحة، ويريد أن يتنقل حتى يستطيع أن يحقق دخلا. هذه العناوين الثلاث إذا فشلت أي دولة في تحقيقها عبر التشريعات التي تضعها على صعيد ذات علاقة طبعا في النفقات الرأسمالية على وجه الخصوص، والضرائب المباشرة على دخول الأغنياء والشركات والأفراد الذين يحققون دخولا عاليا، وبنفس الوقت
يعني بالنتيجة إذا هذه الإدارة السياسية قادرة أن توازن بين هذه المسائل الثلاث، أنا أستطيع أن أقول أنها ستدخل على الصناعة وتعالج هيكله وتعالج هيكل أيضا الزراعة، وتجعل من موضوع الزراعة عنوانا ومدخلا حقيقيا للصناعة التي نطمح. أما عندما تحدث عن تكنولوجيا المعلومات، وإذا تحدثنا عن السياحة، فهي تعبيرات حقيقية وانعكاس حقيقي لقدرة أي اقتصاد وطني في أن يحقق دخلا عبر العنوانين الأساسيين الصناعة والزراعة لتلبية حاجة المجتمع من العمل الذي ينتج بالمحصلة النهائية ويؤدي إلى أن يكون هناك سياحة ويكون هناك يعني تقدم في تكنولوجيا المعلومات. أنا أعتقد أنه تكنولوجيا المعلومات هذه الطفرة يعني واحدة من عناوين التشوه الذي أصاب الاقتصاد العالمي بشكل أو بآخر. هذه مهمة ومنصاتها مهمة، ودليل ذلك أننا نلتقي من مختلف أقطار العالم فيهم. لكن من المحصل النهائي أنا آخر شيء أنا أريد سلعة، دون وجود هذه السلعة بمختلف تصنيفاتها لا أستطيع أن أتحدث عن أنني في مأمن مستقبلي، وهذا طبعا ينعكس على كثير من المشتقات الأساسية لأي اقتصاد. أما ما يمكن أن نتحدث فيه دكتور عماد، أستاذ عماد، عن موضوع المصطلحات التي الأمم المتحدة تحاول أن تتحدث فيها، أنا أعتقد كلها تجليات منبثقة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتسويق منتجاتهم بالشكل الذي يحقق. صحيح المؤشرات المتعددة ذات العلاقة يعني ذات العلاقة بحصة الفرد من الماء، حصة الفرد من الكهرباء، حصة الفرد من التعليم، حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كل عناوين مؤشرات. كثير من هذه المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها أمريكا وخاصة المخابرات الأمريكية هي مسيسة بامتياز، ودليلي على ذلك أن الدول التي أدارت ظهرها إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي استطاعت أن تحقق نمواً في الاقتصاد، ومثال ذلك ماليزيا، مثال ذلك جنوب أفريقيا، مثال ذلك البرازيل، مثال ذلك كوريا، مثال ذلك سنغافورة. كثير من الدول استطاعت أن تحقق دون أن يعني تقع بحبائل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يعني إحنا بالأردن مثالاً نموذجاً أخيراً، بالأردن عندنا اليوم تقريباً 55 مليار دولار دين. إحنا صندوق النقد الدولي لما استلمنا سنة 89-90 بعد أزمة مالية عندنا بالأردن ما كان عندنا يعني بجوز 4 مليار، وكل سنة من السنوات السابقة اللي مرينا عليها لا يقل عن 2 مليار مديونية، وهذه المديونية أصبحت تزيد عن 112-114% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وهذا طبعا بنسحب على كثير من الدول العربية الأخرى غير الدول النفطية. وشكرا جزيلا دكتور، شكرا محمد على مداخلاتك. شكرا لك، وهذا موضوع متشعب بشكل كبير، يعني يدخل فيه موضوع التكامل بين الدول العربية، موضوع الفساد السياسي، موضوع الفساد الاقتصادي والمالي، وتجارب عديدة موجودة في العالم للاستفادة منها. فإن شاء الله يعني استمر في التعامل مع هذا الموضوع ونأخذ يعني جزئيات منه، لأنه موضوع فعلا مهم ولكنه متشعب بشكل كبير. أنا أشكر كل من شارك معنا اليوم بهذه الندوة، وشكر خاص لك أستاذ محمد، وأمل إن شاء الله تشاركوا يوم الجمعة القادم ب 25 أغسطس الندوة تكون تحت عنوان هل ستشهد منطقة الشرق الأوسط هذا العام تسويات لأزمات أم مزيد من التأزم الإقليمي والدولي فيها؟ والجزئية الثانية في هذه الندوة أيضا حتكون هل هناك فعلا احتمالات تصعيد أمني في الداخل اللبناني ومع إسرائيل؟ موضوع مناقشة إن شاء الله يوم الجمعة القادم. دعاية الأستاذ عرايب الرنتاوي أيضا من الأردن حيكون معنا إن شاء الله يوم الجمعة القادم، وبعض الأشخاص أيضا حيشاركوا في هذه المناقشة والندوة. فأمل إن شاء الله معنا يوم الجمعة القادم، وإلى اللقاء، ما تصبحون على خير من أنتم الآن في المنطقة العربية. شكرا، تصبح على خير. شكرا حبيبنا، على خير، شكرا جزيلا.